اليوم نتوما كتحضروا في الحفل ديال الاختتام، هذه أسبوع والعازفين على البيان اللي مشاركين في هذه المباراة، سبع أيام هما كيدوزوا قدام الحكام، لأن عندنا لجنة ديال الحكام دولية، ولكن الحمد لله دابا فيها جوج المغاربة، مروان بن عبد الله ونبيل بن عبد الجليل، وهادو راه كانوا عندنا في المباراة الأولانيين كانوا صغيورين، ودابا الحمد لله ولاو هما من الحكام، وهذا من فضل الله ومن فضل الخدمة في الثقافة. لهذا اليوم هذه حفلة الاختتام، غادي الجمهور اللي هنايا متألف من عدة قطاعات اللي كلهم تيعاونوا هاد المباراة، واللي عون أساسي هو الأكاديمية الوطنية للمملكة المغربية. الهدف من هذا النشاط هو العزف على البيان، العزف لأن البيان الموسيقى هي لغة عالمية، ما تتحتاجش إلا كنتي كتقرا الموسيقى ديال أمريكا الجنوبية أو إفريقيا أو أوروبا، راه كتحس وكتعمل داك الموسيقى، ما كتحتاجش مترجم. لهذا اللي كنطلبوا من اللي حنا كنفتوا عليه وراء هاد المباراة هو النهوض بأبنائنا، ولو أنهم تيجيو الناس من الخارج، لأن باش تشجع الشبان المغاربة تخصك تعملهم. واليوم الحمد لله العالمية مشات في جميع الدول، لأول مرة مغربية هي اللي خدات الجائزة الكبيرة، سمو الأميرة لالة مريم. Troisième prix de virtuosité ex aequo, Madame Alena Kliavina, Russie, et Monsieur Marco Clavora Brolin, Italie. It's the first time I came to Morocco to visit Morocco, and the first time I participate in this competition. And I'm really happy I was able to make it here and pull through the last week. It's been hard and exhausting for everyone, but I met wonderful people here, wonderful competitors, and everyone was really friendly here, and I really liked it. It was an exhausting but really good experience in the end. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.